تنظم العديد من النسوة في مدينة القامشلي مسيرة تضامنية بالتنسيق مع مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا للتعبير عن دعمهم لقوات حماية المرأة في حفظهم لأمن المنطقة وحماية المرأة وإعطائها حقها في العيش الحر. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا جيان يونس، لنشاهد معا. زغاريد النسوة علت في سماء القامشلي، كذلك شعاراتهن الداعية للتضامن مع قوات حماية المرأة لإيصال رسالتهن إلى العالم بأن المرأة لن تقبل الظلم بأي شكل كان. نظمنا هذه المسيرة لمساندة قوات حماية المرأة، إنهن خلصن العالم من تنظيم داعش الإرهابي وسيخلصننا من احتلال العدو التركي أيضا، هذا أملنا بقواتنا. تضحيات وحدات حماية المرأة في سبيل تخليص العالم من تنظيم داعش الإرهابي شكل يقينا لدى سكان شمال السوري بقدرة هذه الوحدات على دحر الاحتلال التركي أيضا. خرجنا اليوم لنساند رمز المقاومة قوات حماية المرأة التي تقاوم المحتل التركي الآن، إنهن بناتنا ونحن نساندهن ونقتدي بهن. وحدات حماية المرأة أثبتت أيضا مدى إمكانية المرأة التضحية في سبيل الحرية والكرامة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المنطقة. هاي القوات اللي ساهمت بقوة حيث انطلقت من ثورة المرأة للدفاع عن الوطن بكل ما هو غالي ونفيس، ويجب على كل امرأة أن تتخذ من هذه القوات مشعلا لها لكي تسير وراءها لحتى إلى الوصول إلى الحرية لنا وللوطن، خاصة إنها ثورة المرأة. النسوة عبرنا خلال مسيرتهن عن الاستمرار بالتضامن مع وحدات حماية المرأة من خلال إطلاق العديد من النشاطات والفعاليات المشابهة والداعمة للوحدات التي كان لها باع في تحرير المنطقة من الإرهاب. من مدينة القامشلي، جيان يونس لقناة اليوم.